السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في موضوعنا لهذا المساء، والذي سيقودنا إلى جولة مع صنف مبهر من رواد الحركة الوطنية مع عملاق سياسي وفكري وإبداعي. سكن اليمن في قلبه ورحل عن دنيا الناس، وقد ملأ القلوب بحب اليمن. خاض تجربة نضالية ثرية منذ شبابه المبكر، مستلهما الكفاح والنضال لأجل الوطن من والده عبد الوهاب نعمان الذي يشكل أحد الآباء الكبار للحركة الوطنية. مادة حلقتنا لهذا المساء ستبحر بنا إذن في عالم السياسي المحنك والمفكر والكاتب والصحفي والشاعر الأستاذ عبد الله عبد الوهاب نعمان، الذي أثرى الغناء اليمني بأجمل القصائد وألهب القلوب والمشاعر بأروع الكلمات. وله من سلة الألقاب والإبداع لقب الفضول، الذي أصبح مرادفا لاسمه ولازمه طيلة مسيرته المهنية، وهو مستمد من اسم الصحيفة التي أصدرها في عدن إلى جانب صحيفة صوت اليمن، لتكون هاتان الصحيفتان صوت الحركة الوطنية في مستعمرة عدن منذ أربعينيات القرن المنصرم حتى قيام الثورة اليمنية المباركة. بين زبيد وذبحان وتعز والحجرية وعدن جال الفضول، وفيها تشكلت شخصيته الوطنية الإبداعية الاستثنائية، واتسعت روحه ملء هذا الوطن كما اتسع الوطن لروح شاعرنا الذي كان يصدح بالكلمة الشاعرة وبالسياسة المغلفة بسخرية مزينة بالفكاهة المحببة إلى القلوب. الأستاذ الفضول نستدعيه اليوم لنستأنس بحكمته ويمنيته وحبه الكبير لهذا الوطن، لكي نجدد طاقة القلوب بحب اليمن ونستلهم من تجربته الثرية إرادة المضي قدما على درب اليمن الكبير، ونستعين بالمدد المتصل بحياة ذلك المناضل الكبير في مواجهة المشاريع الصغيرة التي تستهدف يمننا. يسعدنا أن نكون معا في رحاب الفضول، ونأمل أن نقف أمام تجربات نضالية مليئة بالحيوية والحماس والنضج الإبداعي. ولكن دعونا بداية نذهب إلى هذا التقرير قبل أن نبدأ في نقاشنا حول موضوع هذه الليلة. هل كان يدرك أنه سيملأ سماء اليمن بهذا الزخم الحافل بعد أن أصبحت قصائده مستودعا لليمنيين عاطفيا ووطنيا وثوريا؟ شاعر خاطب كبرياء الوطن كما ناجى أفئدة العشاق وهامس الأرض فقاسمها تراب الانتماء والهوية. بقصائده التي تغنى بها كبار الفنانين في البلد على رأسهم الفنان أيوب طارش عبسي، فزرع في شمس حريتهم هامة جديدة امتدت بحجم كبرياء اليمني الجريح. إنه الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان الفضول، الذي فر في شبابه من ذبحان مسقط رأسه في الحجرية بتعز إلى عدن بعد ملاحقته من قبل سلطة الإمام أحمد، ليبدأ تاريخه النضالي منها حتى أصبح من أبرز رواد الحركة الوطنية والنضالية في عهد الثورة الفتية السبتمبرية، حيث انضم إلى مجموعة الأحرار وأسهم بتأسيس حزب الأحرار اليمني، ثم أصدر صحيفة الفضول التي شكلت واحدة من أهم مراحل الشاعر قبل أن يلاحق من قبل الاحتلال البريطاني الذي أوقف صحيفته بضغوط من النظام الملكي في شمال اليمن. عين الفضول في منصب وزير الإعلام ثم مستشار لشؤون الوحدة. لم تكبله الوظيفة أو تقيد قلمه، فظل الشاعر هرما عاليا في مواقفه السياسية وأعماله الأدبية، في شعره العاطفي الغنائي والوطني والسياسي. وثقت قصائده لأهم مراحل اليمنيين النضالية، وتجلت في قصيدته الوطنية رددي أياتها الدنيا نشيدي، التي اختيرت لتكون النشيد الوطني لجنوب الوطن قبل أن يصبح النشيد الوطني لكل اليمنيين. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي واعيدي واعيدي، رددي أياتها الدنيا. فرددت الدنيا بهذه الكلمات وهي تغدو سطورا من دماء الشهداء، وضياء في طريق الأوفياء، ونشيدا في قلوب الشرفاء، وتراب الأرض وكل سناء. محلى هواك، محلى هواك. الفضول الذي ذاب في جغرافية الوطن فنبت في سماوات بلاده أقمارا، فهام مع العشاق وأزهر في عطر الأرض وضماء المحبين،
بنصوصه الشعرية التي امتازت بجمالية المفردات وعذوبة الصورة وتعاليات المعنى التي ربما كانت انعكاسا لروحه المتعالية. وداعت الله عبد الله عبد الوهاب نعمان، فقد ملأت أرواح اليمنيين حبا وعاطفة وحياة بقصائدك التي نداها صوت الفنان أيوب طارش، فكان هذا الثنائي الذي أثمل اليمنيين وأضاء أرواحهم. إذا المشاهدين الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة الكاتب والناشط السياسي محمد المقبلي. مساء الخير محمد. مساء النور أستاذ هاشم. عبد الله عبد الوهاب نعمان الشاعر والأديب والصحفي والسياسي وأحد ربما أبرز رواد التنوير في اليمن وفي الحركة الوطنية الجمهورية، هذا المشروع الواسع، إذا ما بدأنا الحديث عن أبرز بدايات الفضول كيف سنتحدث؟ عبد الله عبد الوهاب نعمان هو مشروع وطني إبداعي تجسد في شخص. عندما يكون الشخص متصل بذاته الوطنية بذاته الإنسانية، بالطبيعي ستكون البداية الأولى لهذا الشخص هي بداية التكوين الأولى لقضيته الوطنية في المرحلة الأولى. وبداية التكوين الأول لعبد الله عبد الوهاب نعمان أنه ابن الشهيد عبد الوهاب نعمان، أحد الشهداء الذي كانوا من رواد الحركة الدستورية والمؤسسين الأوائل للحركة الوطنية، وهو المعتقل أيضا بعد ثورة 48، وهو الذي أيضا فر من بطش الأئمة في ذبحان وذهب باتجاه عدن عندما كانت عدن هي محطة الأحرار اليمنيين في منتصف القرن. هل تعد عدن يعني هي المحطة الأولى أو البداية الأولى لتكوين الأحرار اليمنيين؟ نعم، بل أن عدن هي عاصمة الوطنية اليمنية الحديثة، وأيضا ملتقى انطلاق الثورتين سبتمبر وأكتوبر ومحطة الإشعاع الثاني بالنسبة للذين هبطوا من المرتفعات ومن السهول ومن السواحل إلى تلك المدينة. لقد كتب سعد زغلول أثناء نفيه من مصر إلى عدن كلام جميل جدا، قال لقد تشكلت الهوية اليمنية داخل مدينة عدن على يد أولئك الذين هبطوا من السهول والسواحل ومن ريف عدن. وكان يقصد هنا بالريف هي مسألة ريف الحجرية الذي خرج منها عبد الله عبد الوهاب نعمان، أحد الذين صاغوا الوجدان اليمني في منتصف القرن. نعم، هناك يعني مرحلة فاصلة بالتأكيد بين 48 و62، ماذا عنها وكيف برز فيها الفضول؟ أنا أعتقد أنها هي مرحلة التكوين الأساسي، مرحلة الجرح بعد صدمة 48، الثورة الدستورية الأم التي ربما في المستقبل سيكتشف اليمنيون أنهم كانوا صناع أهم ثورة دستورية ربما في الشرق، لسبب بسيط جدا، أن اليمنيين الذي لا يمتلكوا شهادة جامعية واحدة رفعوا لافتة الدستور، دليل على وعي هذا الشعب. بعد 48 مباشرة وبعد اغتيال أو إعدام عبد الله عبد الوهاب نعمان بشكل أساسي، ذهب عبد الله عبد الوهاب نعمان بعد اغتيال والده مباشرة إلى عدن. هذه الصدمة هي التي بدأت تطرح الأسئلة من جديد على إعادة صياغة المشروع الوطني من جديد بعد النكسة التي حصلت بعد 48. وعبقرية الإرادة اليمنية بالنسبة للأحرار الذي كانوا انطلاقهم الفضول كانت تتميز بالآتي. تخيلي الصدمة الأولى تلقوها ب 48 هدأوا، ثم قادوا الانتفاضة الثانية ب 55 على قد الثلايا ضربت، ثم عادوا من جديد للتحضير لانتفاضة جديدة تدشنت في 62، ثم بعد ذلك حصرت الجمهورية ب 67، عكسوا المتوقع العام في الشأن العربي وفكوا حصار 70 في الشمال وطردوا آخر جندي بريطاني من عدن في الجنوب، ثم تعرضت الجمهورية من جديد للنكسة باغتيال الحمدي. عادوا من جديد توليد انتفاضة أكتوبر اللي قادها الناصريين، وعادوا من جديد توليد الجبهة الوطنية، كلها كللت إلى أن يتم تحقيق أهداف الثورتين في 90، والذي كان فيها الفضول وزير الوحدة في تلك المرحلة. ضربت في مشروع 94، حصل صدمة مباشرة وعادوا من جديد ب 2011، تخلق كيان سياسي من جديد وتخلق حراك مباشرة أدى إلى ثورة شبابية. وهذه هي ديمومة الحركة الوطنية النضالية التي بدأها في المراحل الأولى طلايع الثوار الدستوريين الذين استطاع علي بن ناصر القردعي والمرحوم الشهيد عبد الوهاب نعمان أبو عبد الله عبد الوهاب نعمان والثنائي الذكي جدا اللي هو عبد الرحمن الإرياني وحمد محمد نعمان، وكان إلى جوار هذا الثنائي مثقف وشاعر، كان إلى جوار حمد محمد نعمان عبد الله عبد الوهاب نعمان كشاعر غنائي ومثقف، وإلى جوار عبد الرحمن الإرياني مطهر الإرياني، فكما لو أنهم مازجوا بشكل يوحي إلى العبقرية اليمنية التي استطاعت أن تمازج ما بين العقل السياسي بالنسبة للثوار سبتمبر وأيضا العقل الثقافي والفني. وهذه كان سر اشتغال طلائع ثورة سبتمبر وأكتوبر على مسألة الهوية الوطنية لسبب رئيسي واحد، أن الذين كانوا يقرروا الشأن السياسي والشأن الثوري في تلك المرحلة كان معظمهم أدباء ومثقفين. جميل،
ربما يعني كما تفضلت أن ديمومة الحركة الوطنية والتي استمرت حتى 2011، يعني حتى لاحظنا أنها رافقتنا بأغاني أيوب طارش، بكلمات الفضول في أكثر يعني لحظات الثورة حماسا. نجد أن صوت أيوب، وهذا ما سنتحدث عنه، كيف أن المجال الغنائي أيضا كان له دور بارز في حياة الفضول. البردوني قال عن أنه موهبة كبيرة متعددة المواهب، يعني كيف يمكن أن نقرأ هذا التعدد؟ يعني لا ننسى أنه ربما يعد من أبرز رواد التنوير، ومعروف أن حركة التنوير يعني أبرز رواد أن يأتوا بمزيج من كثير من الصفات. يعني لو تحدثنا عن أبرز رواد حركة التنوير في أوروبا، نجد أنهم قد يكونوا روائي وفيلسوف وصحفي وسياسي في آن واحد، وهذا ما اجتمع أيضا في الفضول. كيف نتحدث عن الجانب الأول، مثلا الجانب السياسي في روح الفضول؟ هو عندما تحدث البردوني عن الفضول، هو عبقري يتحدث عن عبقرية. الجانب السياسي بالنسبة للفضول هو ارتبط أساسا بالحركة السياسية، والحركة السياسية هي التي ولدت في مطلع الأربعينيات، والتي كانت تنادي أولا بالحكم الدستوري، ثم بعد ذلك في المسألة الجمهورية. فعلى المستوى السياسي الفضول كان من طلائع الحركة الوطنية الجمهورية، التي دشنت المشروع النضال الدستوري في المرحلة الأولى، ثم دشنت بعد ذلك المشروع الجمهوري في سبتمبر. فعلى المستوى السياسي كان الفضول سياسيا بارعا، انعكست رؤيتها السياسية على حتى مضامينها الإبداعية والغنائية. أجيب لك مثلا في أحد غنائيته يقول: أمتي بوركت من ولادة، ما مضى في دربك الخير عظيمة، كلما ولى على الساحة منك عظيمة، شهدت منا عظيمة، خلفه نمضي ولا خلف لنا، ما مضى فينا أمينا مستقيما. انعكس المضمون السياسي الجمهوري على قصيدة الغنائي. الثاني، الحكم الجمهوري الشوروي الديمقراطي كان ينعكس في غنائية الفضول. أيضا الجانب الثالث، لو أنت تلاحظي مثلا في الذات الغنائية له، كانت كلها تعكس الرؤية الجديدة لهذا السياسي الذي حاول أن يعكس من خلال مثلا ضاع في أنفسنا معنى الضياع، إلى أن يقول ننتصر للكهف ننتصر للكوخ من أهل القلاعة. لو أنت تلاحظي مثلا المقاربة اللي أنتجها الفضول في غنائيته في مسألة الكوخ والقلاع، كان يقصد بها الفضول نقطة مهمة جدا، جوهر المساواة التي جاء بها المشروع الجمهوري السياسي الذي كان من طلائع الفضول. والمساواة هنا تعني كما كان يريدها الفضول ورفاقه من الأحرار الجمهوريين، هي مساواة قانونية لا تكون بديلة عن المساواة الاجتماعية، لكنها مقدمة لها. فلو قرأنا الفضول سياسيا سنقرأه أن كان من طلائع المشروع السياسي الجمهوري الذي تشكل في 48 وصل ذروته في 62. إذن سنواصل حديثنا. أستاذ محمد يعني ينضم معنا أيضا عبر الهاتف المهندس عبد الكريم عبد الله عبد الوهاب نعمان نجل الشاعر. مساء الخير سيادة المهندس. أستاذ عبد الكريم تسمعني؟ مساء الخير أستاذ عبد الكريم. يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعود التواصل بك أستاذ عبد الكريم. نعود للحديث عن هذا القامة الوطنية، يعني على ماذا ركز الفضول في المسألة التنويرية بالذات؟ أنا أعتقد أنه أركز على ثنائية مهمة جدا. هذه الثنائية هي الثنائية التي انتجها كل رواد التنوير على مستوى كوكب الأرض، ثنائية الحرية والهوية. لو أنت تلاحظي مثلا في لحظة تأمل لكل ما أنت تقول الفضول من إبداعات ومن كتابات صحفية ومن شعر غنائي ومن شعر طبيعي، كان يركز على هذه النقطتين الأساسيتين، الحرية والهوية. الحرية لهذا الشعب والهوية لماذا؟ لسبب بسيط جدا، أن الفضول كان يركز على كيف يتم إعادة تعريف اليمنيين كيمنيين، لسبب رئيسي أن النظام الإمامي كان قائم على تعريف اليمنيين تعريف انقسامي على مستوى تعريف مذهبي شوافع وزيود، وانقسامي على مستوى الجغرافي اليمين الأسفل واليمين الأعلى. فجاء الفضول ومعهم طاهر الإرياني والبردوني والزبيري وكثير من رواد المشهد الوطني في منتصف الخمسينات، ليركزوا على إعادة صياغة الهوية اليمنية التي تعرضت للتجريف القاسي على يد النظام الحكم الإمامي. فكان يركز على هذه النقطة بالدرجة الرئيسية، اللي هي إعادة تعريف اليمنيين كيمنيين وتركيز الهوية اليمنية وصياغتها من خلال الوجدان اليمني. وايضا لو تلاحظي مثلا في غنائيه ذكيه، لما كان ينادي هذه الامه، لان الفضول كان دائما يسمي اليمنيين امه يمنيه، وكان يعتقد وكثير معاه من المثقفين والباحثين ان اليمن ليس مجرد وطن فقط، هو امه تحوي العديد من الكيانات والتنوع والتعدد الجغرافي والتعدد حتى مستوى اكبر الديانات المركزيه نشات من داخل هذا البلد. ففي نداء وهو ينادي لهذه الامه اليمنيه، كان يقول: وارينا تبعا بين الصفوف. يستحضر الذات اليمنية
الرمزيات التاريخية التبابعة الذي أيضا جاء استحضارهم كأمة يعني كقومية لا تقل يعني من أهم القوميات التي أيضا أكد عليها النص القرآني أنتم خير أم قومة تبع. فكان الفضول يركز بهذه النقطة عندما ينادي هذه الأمة اليمنية يستحضرها يعمل على عملية تثوير العاطفة سواء العاطفتين العاطفة الإنسانية من خلال تهيج المشاعر نحو الحب نحو الشوق نحو الغربة أو تثوير العاطفة الوطنية من خلال استدعاء هذه الأمة هذه الأمة اليمنية الذي هي عبارة عن تراكم حضاري ممتد لآلاف السنين وأيضا شعر الفضول ومع مطهر الإرياني والعديد من المثقفين في منتصف الخمسينات أن هذه الأمة تعرضت للتجريف القاسي وتم إعادة تشكيل الوجدان اليمني تم تمزيق الوجدان اليمني لم يعد النداء الوطني حاضر. طيب يعني لو تحدثنا أيضا أنه لم ينسى واجبه نحو كثير من أبناء الوطن يعني في مهنة التعليم الذي امتهنها وكان يدرس بإخلاص في فترات يعني ربما صعبة لا يوجد هناك مدارس لا يوجد يعني نتحدث عن هذه النقطة بعد أن نستمع لنجل الشاعر عبد الكريم عبد الله عبد الوهاب نعمان. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. ألو. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. تسمعني الآن أستاذ عبد الكريم؟ يعني أنا أحاول أن أرفع صوتي ويعني أتمنى أن يكون يعني صوتك واضحا. أستاذ عبد الكريم يعني في الذكرى 34 لرحيل الفضول شاعر الحب والأرض والوطن أيضا كيف تأتي هذه الذكرى بالنسبة لكم كأسرة للشاعر الفضول؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت نعتذر منك أستاذ عبد الكريم وسنحاول مرة أخرى للتواصل بك حتى نستمع لحديثك جيدا. إذن كنا نتحدث عن فترة التعليم التي قام بواجبه نحوها الأستاذ الشاعر عبد الله عبد الوهاب. أنا أعتقد أن هذه المدرسة هي مدرسة الثنائية التي أسست المشروع الجمهوري الذي كان قائم يعني في جوهرها الأساسي قائم على مسألة التعليم والحرية لأنه لا يمكن أحد المفكرين كان يقول تنتهي الحرية حيث يبدأ الجهل وتبدأ الحرية حيث ينتهي الجهل. هو أحمد محمد نعمان وعبد الرحمن الإرياني كانوا يركزوا بشكل أساسي على مسألة التعليم وأيضا تم أخذ مثلا بحكم أنه كان الأستاذ الفضول مثلا قريب لأحمد محمد نعمان فبدأوا مباشرة يتفتحوا على مدارك التعليم وأخذ أبناء اليمن الذي تعرضوا للتجهيل عن طريق الإمامة سواء في البداية الأولى اللي هي المدرسة الأحمدية داخل تعز أو في ثانوية بازرعة الذي كان يعمل فيها الفضول مدرس اللغة العربية. فكان يركز بدرجة أساسية على هذه النقطتين الأساسيتين على مسألة التعليم لسبب بسيط جدا لا من الصعوبة أن تنادي بمشروع الحرية وبمشروع الدستور مشروع الجمهورية هذه مفاهيم نادتها أوروبا بعد أن قطعت صوت كبير جدا بعد أن تأسست الجامعات في 1605. فكانوا يبدأوا يشتغلوا على هذا الخطين خط التعليم كأساس من أساس النضال الثوري. لماذا؟ لكي يخلقوا الشخصية القابلة لمسألة الحرية لأنه لا يمكن أنك تتحدث عن مسألة الحرية أمام شعب تعرض للتجهيل القاسي ويعتبر أن الإمام هذا إله. وأيضا كان ضمن منهج التجهيل الإمامي عودة الإمام الآن في هذا اللحظة عن طريق الإمام الحوثي هي تعكس هذا النقطة في أنه الصراع الجمهوري في 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 جوهره الأساسي قد يتخذ العديد من الأشكال لكنه صراع الحرية والاستبداد وصراع التعليم وصراع الجهل. فكان ينطلقوا من هذه النقطة. أيضا يعني المرحوم عبد الله عبد الوهاب نعمان يعني عمل كصحفي في فترة يعني الحراك السياسي الذي كانوا يقومون به وهو مؤسس صحيفة الفضول التي ربما التصق اسمها به كان يكتب بلغة ساخرة لما كان يستدعي هذه اللغة الساخرة مع شعب يعني هو يعاني تجهيل غير عادي؟ أصلا فطنة اليمنيين في التعامل مع المشروع الإمامي كانوا لا يتعاملوا معها بشكل جاد لأنها باعتبارها خرافة إنما كانوا يتخذوا من التهكم كوسيلة. مثلا فكان أحيانا الفضول يتخذ من اسم مستعار كان يسمى البسباس وكان يكتب في صحيفة الكفاح ويتحدث عن خفة العقل ليخاطب المزاج الشعبي الغير قادر على أن يستوعب مفاهيم كبيرة جدا. اثنين لتذويب الكهنوت الإمامي. شوف أنت لو تلاحظي نفس الطريقة الذي استخدمها اليمنيين في مواجهة المشروع الحوثي في قنوات التواصل الاجتماعي هي نفس طريقة الأحرار مسألة التهكم بالمشروع الإمامي باعتباره مشروع قائم على فكرة الخرافة. أيضا لسعة الذهنية الشعبية البسيطة لأنه شعب اليمني في به روح المرح وروح النكتة
وتحضر النكتة السياسية مثلا والتهكم، حتى انه لما اعتقلها الامام احمد وبعدين قال له ليش فعلت هذا الحركة مع المعارضين، قال له فضول، فضحك مباشرة. وكانوا يسموا اي واحد مثلا لديه رغبة في التحدث عن مشروع الحرية فضولي، فاتخذ من هذا المفهوم من هذا المفردة باعتبارها مثقف ايضا يمتاز الحس الذكي والفطنة، رغم انه كان مثلا ربما لو تعرف الفضول على ادب الروائي الحديث وعلى الفلسفة الحديثة انا اتوقع انه كان سيكون مشروع كبير جدا، لكن فكان يستخدم التندر والتهكم لنسف خرافة الامامة، ولا يجب التعامل مع الفكرة الإمامية بشكل جاد لأنها فكرة غير جادة قائمة على الخرافة. إذن نستمع أيضا للأستاذ لطفي النعمان رئيس منتدى النعمان الثقافي للشباب. مساء الخير أستاذ لطفي. وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وبألف صحة وسلامة أستاذ لطفي. يعني أستاذ لطفي أنت يعني كونك رئيس منتدى النعمان الثقافي للشباب، كيف تتحدث عن الفضول في الذكرى 34 لرحيله؟ لا أتحدث عن الأستاذ عبد الله عبد الوهاب نعمان في ذكرها 34 إلا كما يتحدث عنه كل محبي الشعر والأدب اليمني والواعين الواعين حقيقة وليس تظاهرا بتاريخ وحقائق تاريخ الحركة الوطنية وحركة الأحرار اليمنيين الذين شكل فيهم الأستاذ عبد الله عبد الوهاب نعمان النبض المستمر والمتصل لهذه الحركة من خلال نشاطه وإصداره لصحيفة الفضول من وسط مدينة عدن المستعمرة في تلك الفترة في جنوب اليمن في الجنوب اليمني المحتل لإنقاذ اليمن المعتل في الشمال من مخاطر الاستبداد وكذلك ولإنقاذ الأحرار اليمنيين من سيف الإمام المسلط على رقابهم عندما طالبوا بحكم الدستور وعندما بعد فشل أو بعد مصرع الابتسامة كما سماها الشهيد محمد محمود الزبيري. نعم أستاذ لطفي، إذن كيف يمكن أن يقدم يعني منتدى النعمان الثقافي للشباب يعني مثل هذه الرؤى التي جاء بها الفضول، وكيف بالإمكان إعادة قراءة تجربة الفضول من خلال أنشطة المنتدى؟ الحمد لله أن كنا وفقنا أو بشكل شخصي وفقت بجمع أشعار عبد الله عبد الوهاب نعمان الفضول في ديوان شعر صادر عن الهيئة العامة للكتاب، وإن كان بشكل متواضع إلا أنها كانت خطوة أولى بعد إصدار ديوان الفيروزة في الثمانينيات. نعم. إلا أنها تعتبر خطوة مهمة جمعت كل ما هو متعلق أو منشور للأستاذ عبد الله عبد الوهاب نعمان. أما بالنسبة لدراسة أشعاري فيختص بها النقاد الفنيون والمهتمون بتاريخ الأدب اليمني والشعر اليمني عموما. طيب برأيك يعني فيما يتعلق أستاذ لطفي بتخليد الفضول كجزء من ذاكرة الذات اليمنية، هل حظي يعني الفضول حقه في الحضور في الذاكرة الشعبية؟ ما من شك أن الأغاني التي يرددها الجميع والأناشيد التي يصطف لها الجميع من كل الأطياف ومن كل الفئات ومن كل المذاهب تؤدي تعتبر تخليدا لذكرى الأستاذ عبد الله عبد الوهاب نعمان بجانب الآثار الأدبية والفكرية التي نشرت له أو التي هناك مساع بالنسبة لإعادة نشرها في فترة قادمة إن شاء الله عندما تهيئ الظروف المواتية لذلك. فبالتالي أن الرجل هو خالد في وجدان الوطن في وجدان الوطنيين وفي وجدان المواطنين اليمنيين، وهو شاعر اليمن بحق. من غنى للريف، من غنى للماء، من غنى للوديان، من غنى للقيعان، من غنى للجبال، من غنى للهضاب، من غنى لكل شيء في اليمن، وأثبت وثبت محبة الوطن ومحبة كل ما فيه من تضاريس وجغرافيا بداخل هذا البلد، حرصا على استمرار الحس الوطني والوعي الوطني. نعم أستاذ لطفي، يعني كان الفضول يناضل من أجل الحرية والهوية أيضا، يعني ألا تلاحظ أن اليمنيين ما زالوا يناضلون بنفس الأهداف التي كان يعني يبحث عنها وبنفس يعني من أجل الحرية، وهو يعني من كان يناضل من أجلها في السابق؟
ما من شك أن الحياة جهاد ونضال متواصل، سواء لتلك الأهداف التي كان يدعو إليها الأحرار اليمنيون أو ما أو التيارات الأخرى في الحركة الوطنية عموما، سواء كان في جنوب الوطن أو في شماله. وإذا كان هناك اختلاف أو إذا كان هناك ثبات لبعض المظاهر التي نظر ضدها الأحرار أو نظر ضدها الوطنيون، فذلك عائد لظروف موضوعية لا نستطيع أن نلم بها إلماما كاملا في هذه الدقائق. وبكل الأحوال أن الحالة اليمنية بسبب طول إرث التخلف هو الذي يفرض علينا الوقوف في ذات المربع دون أي تغيير أو تزحزح أو حركة إلى الأمام. نعم، إذا شكرا جزيلا لك لطفي النعمان، رئيس منتدى النعمان الثقافي للشباب، كنت معنا عبر الهاتف. إذا أستاذ محمد، أيضا أنت أستاذ المشاهدين، نذهب لمشاهدة هذه المادة التي جمعنا فيها بعض من أقوال من كتبوا حول الفضول. أقوال عن الشاعر الفضول. الأديب عبد الله البرادوني قال عنه: الفضول موهبة كبرى في مواهب متعددة. أما الدكتور أبو بكر السقاف فقال: رحل عنا الشاعر بعد أن جعل حياتنا أرق وأضحكنا على أعدائنا وعلى أنفسنا كثيرا. أما الدكتور عبد العزيز المقالح فقال: لا يستقيم الحديث عن الشاعر الكبير عبد الله الفضول إلا انطلاقا من تاريخه النضالي المبكر الذي جعل منه صوتا ثوريا هادرا بالحق ضاربا في صدر الطغيان. أما فضل النقيب فكتب قائلا: الفضول شاعر مبدع كأن في عروقه ملايين الفلاحين الشعراء الذين تعاقبوا على الأطيان والشواجب والسبول، وبثقافته المتنوعة وعبقريته في إنشاء الأبنية الشعرية. محمد أمين الشرعبي قال: في كل قصائده دعوة صريحة ومتكررة للروح بالسمو عن وحل الأنا والترفع عن الدناءات، وخطاب مباشر للعاطفة الإنسانية النبيلة التي تحمل قيم الخير والحب. علي محمد عبده قال: كان الفضول قمة في مواقفه السياسية وأعماله الأدبية، قمة في هجائه، وقمة في شعره العاطفي، وقمة في شعره السياسي والوطني. يحيى عبد الرقيب الجبيحي كتب عنه قائلا: يعتبر شعره بمثابة نهر خالد يروي كل من حوله دون تمييز، يمتاز بفصاحة الكلام وجودة السبك وحسن الديباجة ودقة التصوير وإبراز الصورة الجمالية. أما فتحي أبو النصر فكتب عن الفضول قائلا: كان مثل تلك الظواهر الكونية التي لا تتكرر كل ألف عام سوى مرة واحدة فقط، شعرية عبقرية ناضجة تمثل تجليات الوجدان اليمني السوي. إذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه المادة أستاذ محمد، يعني ربما ننتقل إلى الشعر الغنائي الذي يعني حظيت به التراث اليمني بشكل واضح وكبير. لفت انتباهي يعني أحد الكتاب الذين قال يعني: كأن في عروقه ملايين الفلاحين الشعراء تعاقبوا على الأطيان والشواجب والسبول. يعني هذا دلالة على كيف أن لغة الفضول كانت لغة شعرية بسيطة من أدوات الناس ومن يعني موادهم التي كانوا يستخدمونها. فكيف يمكن أن نتحدث عن هذه اللفتة في لغة الشعر الفضول؟ أنا أعتقد أنه روح الفضول ذات المنشأ الريفي. مثلا وجوده في ذبحان، التصاقه بالريف، التصاقه بالعادات بالتقاليد بالتراث الشعبي الغني في الريف الذي يعد من انضج الارياف تمدنا وثقافه وربما تنويرا في اليمن اللي هو ريف الحجريه. هذا اثر على روح الفضول ومنحه رقه. وايضا كما جاء في احد المقابلات والحوارات لزوجته عزيزه وهي تتحدث أن الفضولة كان كل جمعة وكل أسبوع يزور السواقي، وكان له مخصص تحت شجرة بجوار ساقية الماء. العلاقة الحميمية الذي أقامها الفضول بالطبيعة، وأيضا الثورة العاطفية التي كانت موجودة داخل قلب الفضول نفسه. بمعنى آخر، كل قلب لا يحب لا يمكن أن يحب الوطن بهذا المعنى. هذا أثر مباشرة على صناعة خيال جميل وعاطفة جياشة بالنسبة للفضول. يعني مثلا أنت لو تلاحظي من أبرز مثلا ملامحه كيف كان يستطيع أن يطوق، يعني يطوع الصورة الطبيعية. مثلا: يا بنات بالحوية خبرني وقولين، لي معاكم بنية،
شفتها قبل شهرين ذات طلعة بهية، إلى أن يقول بادرتني التحية وليلي وليلو، مازج بين الموروث الشعبي في قرى تعز وأضاف عليها التجديد الفني. أحد ملاحمه العاطفية مثلا اللي هي قصيدة من أجل عينيك وحبيب القلب شكرم ألف عين، شصبر وداري قلوب قد حبين لكن نسين. في هنا صورة جميلة جدا، الصورة تقول اللي هي ربما أنا شخصيا من خلال اطلاعي على كافة الصور الغنائية لم أشاهد مثل هذا الصورة فيما يتعلق بصورة العصافير، عندما قال مثل العصافير ظمآنات لا ماء يرويهن ولا أفياء يظللين، يدورنك يريدنك يهيمن وراء طيفك وكم هامين وكم دورين. يعني تخلي يعني تخيلي عصفورة لا عندها ظل ولا عندها ماء، ولا تزال هذا العصفورة مثلا تدور وتدور دون أن تحصل ماء ودون أن تحصل ظل. يعني لو كان الظل ممكن الظل أنه يخفف من الظمأ العاطفي، وبالتالي كان يستطيع أن يخترع يعني صور ويولد هذا الصور في قصائد. اخترع الصور كما تحدثت، وأيضا يعني مفردات معينة برزت في أشعاره، هناك طيور، هناك زهور، هناك نسائم، هناك يعني ندى، هناك شلالات، كل هذه اللغة الشعرية الجمالية، هل نستطيع فقط أن نقول أنه اكتسبها فقط من الريف، أو أنه أراد أن يجمل الواقع الموجود وأن يجمل نفوس اليمنيين وهم يستمعون لهذه اللغة الشعرية؟ أنا أعتقد أن روحه، لو المدار الروحي للفضول كانت دائما تركز على نقطتين أساسيتين، وأنا من وجهة نظري الشخصية أعتبرها أنها كانت تعتبر المحطة التوليدية لإبداعات الفضول، الأرض اليمنية والإنسان اليمني. كان الفضول يهيم في هذا الأرض اليمنية في سواقيها في ضبابها ويعيد من جديد إبرازها لسبب رئيسي، كان يشعر الفضول بداخله جرح تاريخي، أن هذه الذات اليمنية تعرضت لتجريف وتشويه قاسي. هل هذا الجرح التاريخي هو ما جعل من لغة الفضول لغة حزينة؟ تمت حزن وأنت تستمع لأغاني أيوب طرش، مهما كان مهما بلغت من الفرح، مهما بلغت من الحب والولا، إلا أنك تجد حزن يشترح المشاعر. هل بهذا بسبب ما ذكرته من الجرح التاريخي؟ أنا أعتقد هذا النداء الحزين الذي يقول فيه يا بلادي يا كبرياء جراحي، كان يدرك أن كبرياء الذات اليمنية تعرضت لمس وجرح تاريخي نتيجة التجريف الإمامي الذي تم على هذه الأرض، فكان مباشرة يحاول من جديد أن يخرجها من طور. لماذا؟ هنالك حقيقة لازم نجيها لها كثير، أن القومية اليمنية قومية تعرضت للتجريف، كان لدينا لغة تعرضت للتجريف والطمس والمحو، كان لدينا حضارة تعرضت للتجريف والطمس والمحو، بلد حكمها الدخلاء وفرضوا على هذا البلد ثقافتهم لألف سنة. هذا التجريف هو الذي جعل أنا أسميه الحزن القومي الذي جسدت غنائيات الفضول وأيضا غنائيات مطهر الإرياني، وجعلتها مباشرة يعيد من جديد قراءة هذا الإنسان اليمني ويعرفها بكبريائها اليمنية وبذاتها اليمنية وشموخها اليمنية ويعتز بروحها اليمنية، وأيضا قراءة هذا الطبيعة اليمنية، العلاقة الحميمية. مثلا لو أنت تلاحظي مثلا في قصيدة مثلا لك أيامي وشوقي وحنيني لك أهاتي، تلاحظي مثلا أنه القصيدة ربما لا تحوي، ربما أنه جعل كل الشحنات العاطفية والشحنات الإبداعية والصورة الفنية محشورة داخل، بالإضافة إلى القيمة الأساسية التي يسمو بها الحب اليمني عن سواه من, 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 من بقية الحب، في أنه ميزة الحب اليمني أنه حب غير مبتذل، حب قائم على الوفاء. وايضا كان يسفه فكره تحريم الحب الذي كان الكهنوت الديني يكرسه، الى ان يقول يا حبيبي لن نتوب، ليس في الحب ذنوب، بيننا عهد القلوب عهد علام الغيوب. يعني هل بهذا الشكل استطاع الفضول ان يعيد صياغه الوجدان اليمني بعد هذا التجريف الذي اصابه؟ انا اعتقد ان لولا ما صنعه الفضول ومطهر الارياني لما امتلك الوجدان اليمني الان الممانعه الذي يبديها تجاه ميليشيا الحوثي الذي امتداد للمشروع الامامي. هذا الوجدان اليمني كان ممزق، كان اليمني لا يشعر بذاته اليمنيه مباشره، فعبأ العاطفه تماما. ايضا استطاع مباشره، مش فقط هذا بس، ايضا استطاع ان يعيد من جديد صياغه العاطفه اليمنيه. كانت العاطفه اليمنيه عاطفه دينيه مذهبيه كهنوتيه قائمه على الطغيان وقائمه على الخرافه وقائمه على الدروشه وقائمه على من يسمونهم بالصلاه على ال محمد اللي هم حكام الأئمة الذي ظلموا هذا الشعب، إلى أن الاعتزاز باليمن كان مفقود. كان اليمن يشعر بذاته أنه شخصية دونية، أنه بلا إرث حضاري بلا وجدان بلا عاطفة، وأيضا كان يحاول أن ينقل الوجدان اليمني من دائرة الجفاف إلى دائرة العاطفة اللي أنسنت العاطفة اليمنية، من أجل حاجتين أساسيتين. أولا أن الروح الحرية لا يمكن أن تنمو داخل روح قبيحة على الإطلاق،
لا يمكن أن تنمو روح الحرية لداخل روح جميلة. لماذا؟ لأن مشروع الحرية مرتبط أساساً بالجمال، ومرتبط مشروع الاستبداد والطغيان مرتبط دائماً بالروح القبيحة. لا أتوقع في يوم من الأيام أن تأتي روح جميلة لديها نفور من الحرية، أو أن تأتي روح مثلاً غير جميلة ويمكن أن تساند مشروع الحرية. فكان يركز على إنعاش الثلاثية، إنعاش العقل اليمني من خلال فكرة الجمهورية كمشروع سياسي، وهذا ما اشتغل عليه في صحيفة الفضول، إنعاش القلب اليمني من خلال العاطفتين، العاطفة الإنسانية وهي الحب، والعاطفة الوطنية اللي حب الأرض اليمنية. أيضا إنعاش الروح اليمنية، هنالك مثلا لمسات روحية تحسي فيها أيضا أن الروح الوجودية الذي فيها صوفية نقية خالية من الدروشة كانت حاضرة مباشرة في 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 غنائيات الفضول، وأيضا وفي نداءاتها العاطفية، وأيضا مسألة الشوق بحكم أنه عايش الفضول كافة مستويات الحياة، عايش النضال وعايش الغرام، وركز على هذه الثنائيات. تلاحظي مثلا كان لديه العديد من الثنائيات كان يدور حولها: الحرية والهوية، العاطفة الوطنية والعاطفة الإنسانية، القومية والأممية، الثورة والدولة، الجمهورية والوحدة، الشوق والغربة، الساقي والسحاب. تلاحظي أنه كان يبني بشكل عجيب جدا. وأنا أتوقع أنه إذا تسنى لهذا المثقف اليمني الجديد، وبالذات المثقفين من شباب ثورة 11 فبراير، في أن يعيدوا قراءة مشاريع الإبداعية لمنتصف القرن، أنا أعتقد أنهم سيخرجوا برؤية كبيرة جدا. أنا كانت وجهة نظري الشخصية وتكلمت بها العديد من الزملاء، أنه لو أن الفضول تمكن ومطهر الإيرياني تمكنوا من التعرف على علوم الفلسفة، كانوا سيخرجوا برؤية يمنية ربما تشبه إلى حد ما رؤى الفلاسفة في أوروبا الذي ساعدتهم علوم الفلسفة على التنوير والخروج بالضبط بنهضات تحريرية. طيب أستاذ محمد، يعني حين نتحدث عن الفضول لابد أن يحضر أيوب، هذه الثنائية يعني قصائد الفضول المفرطة بالشعرية وصوت أيوب المفرط بالعذوبة، كيف نتحدث عنهما؟ أنا أعتقد أنه علاقة الشاعر بالفنان هي علاقة تاريخية وعلاقة حميمية وعلاقة وجدانية. لو أنت تلاحظي في التجلي السبتمبري، التجلي الجمهوري، كانت تبرز هذه الثنائيات الجميلة. فمثلا كان أيوب طارش والفضول شكلوا ثنائية ولا أروع منها، وشكل علي بن علي الأنسي مع طهر الأرياني ثنائية ولا أروع منها، وشكل أحمد السنيدر مع أحمد عبد رب العواضي صاحب قصيدة لا صاحب فرق صاحبة، سال الدمع من كل عين يا عيني على صاحبي ذي روح وعينها بعين. هذه الثنائية تلاحظي مثلا أنه كان كل شاعر مباشرة يصنع فنان، وكان كل فنان يصنع شاعر، فكما لو أنه كما لو أنها قطبين أساسيين، يبحث الشاعر الغنائي عن فنان يستطيع مباشرة أن يفهم ما يكتبه. أبو بكر المحضر يعني يا سلام هذه الثنائيات اليمنية موجودة بشكل عجيب جدا ومألوفي، وأيضا ثنائية الحارثي والمرحوم محمد عبد الله شرف الدين. هذه الثنائية مباشرة في أنه كان الفنان يفهم ماذا يريده الشاعر، وكان الشاعر يفهم ما يريدها الفنان، فشكل الفضول وأيوب طارش هذه الثنائية العذبة الذي استطاعت إلى حد ما أن ترمم العاطفة اليمنية بعد تجريف ليس عام ولا عامين ولا بعد تجريف مئات السنين. ولذلك العديد من الفنانين اليمنيين عندما كانوا يحبوا الفن، وكانت الإمامة قائمة على فكرة تحريم الفن، كان علي بن علي الأنسي والعديد من الفنانين أيضا يذهبوا باتجاه التربة، بحيث أن التربة أنا والحجرية بشكل عام الذي هي منشأ الفضول الأساسي، أنا من وجهة نظري الشخصية أنها تعتبر من أنضج الأرياف من حيث التمدن والثقافة ربما على مستوى الوطن العربي. فهذه الثنائية الجميلة هي التي صنعت هذا الحالة اليمنية الذي ربما سنتباهى بها في المستقبل، وسنعيد من جديد قراءة مشروعنا الفني ومشروعنا الثقافي ومشروعنا الإبداعي، وخصوصا هذه الثنائية التي برزت من بينها ثنائية الفضل وأيوب. النشيد الوطني يستحضر في يعني كل صباح في مدارس الجمهورية، هذا النشيد الوطني الذي ارتبط بنا يعني كشعور وجداني غير عادي بانتمائنا لليمن، الهوية الوطنية التي يبحث عنها كل ثائر. هل شكل هذا النشيد يعني أو أبرز ملحمة وطنية خالدة يعني تعيد صياغة الوجدان اليمني؟ أنا أعتقد أن النشيد الوطني هو اليمن المكثف داخل نص إبداعي، هو الرؤية السياسية الجمهورية الموجودة داخل هذا النص الإبداعي، هو الرؤية الكونية الدنيوية الموجودة داخل هذا النص الإبداعي، هو التخليد للشهداء الموجود داخل النص الإبداعي، هو التغني براية العلم براية الوطن الموجودة داخل النص الإبداعي، هو التغني بروح الأمة اليمنية تمام داخل النص الإبداعي، هو التغني بروح الوحدة اليمنية داخل النص الإبداعي، هو التغني بالذات اليمنية بدوائرها الثلاث. أين الدوائر الثلاث؟ الدائرة القومية العربية،
الدائرة الأممية الإسلامية، الدائرة الأممية الإنسانية. أما كيف تشكلت هذه الأهويات داخل هذا النص، فلاحظي خاتمة النشيد المذهلة والساحرة عندما يقول: عشت إيماني وحبي أممية، ومصيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. تحدث عن الدوائر الثلاث للذات اليمنية، ثم ختمها بالسيادة رمزية للاستقلالية اليمنية. أما كيف تشكلت ملامح الهوية، أنا أعتقد أن الهوية اليمنية والرؤية السياسية كاملة تشكلت داخل هذا النشيد. تعالي مثلا نشوف من البداية. أولا: رددي أيتها الدنيا نشيدي. لماذا قال رددي أيتها الدنيا؟ لم يقل ردد أيتها الوطن، لأن الكائن اليمني كائن عالمي، كائن دنيوي، كائن إنساني، كائن أممي، يؤمن أن علاقته مع هذا العالم علاقة قائمة على التكامل، لسبب بسيط جدا: أن الحضارة اليمنية قدمت إضافات مهمة جدا للحضارة العالمية بغض النظر عن الوضع الراهن الذي وصلنا إليه الاستبداد. ثاني شيء: واذكري في فرحتي كل شهيدي، بمعنى أن هذه التحولات الحضارية التاريخية لا ينسى فيها شيء، لا يمكن أبدا أن ننسى هذا الضوء، هذا الضوء الذي أسرقه دم الشهداء، وبالذات شهداء الحركة الوطنية، الذي لولاهم لما عرفنا كل هذا الجمال وكل هذا الحضارة، وما أدركنا مرارة ما كان يصنعه الكهنوت، والذي لمسناها اليوم من خلال انقلاب الجماعة الحوثية الإمامية. ثم ينتقل بعد ذلك مباشرة للبدء عن هذه المكتسبات. طبعا النشيد كان واسع جدا، مثلها مثلا: يا بلادي نحن أبناء وأحفاد رجالك. التشبث بالأرض والعلاقة اليمنية قائمة على علاقة الحميمية والتشبث بالأرض، إلى أن يقول: كل صخرة في جبالك، كل ذرة في رمالك، ملكنا ملكنا، إنها ملك أماننا الكبيرة، حقنا حقنا، جاء من أمجاد ماضيك المثيرة. هذا العلاقة الحميمية والتشبث بالأرض اليمنية موجودة وغريزة داخل الفطرة اليمنية، أنه لا يمكن أن نفرط حتى بذرة رمال. ثم يأتي بعد ذلك مباشرة: وحدتي وحدتي، ليتحدث عن الوحدة، ليقول: أنت عهد عالقا في كل ذمة، ليدرك مباشرة أن الوحدة مثلا الوطنية لابد أن تكون عالقة في كل ذمة كل فرد يمني. لماذا؟ لمخاوف الفضول من المشاريع الانقسامية الذي دائما ينتجها مشروع الأئمة. ثم ينتقد بعد ذلك إلى الأمة، والأمة هنا يقصد بها الأمة اليمنية. لماذا يقصد بها الأمة اليمنية دون سواها؟ لسبب بسيط جدا: أنه استطاع أن يعمل تناص مع النص القرآني بشكل ذكي جدا، لما قال: أمتي أمتي أمنحين البأس يا مصدر بأسي. من أين أخذ الفضول البأس؟ أخذها من الأمة اليمنية وهي تخاطب بالقيس: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وادخريني لك يا أكرم. يعني حتى أستفيد من آخر الدقائق، يعني اليمن مليئة بالمثقفين والمبدعين ورواد الحركات التنويرية، هل ينالون حقهم سواء من الشعب أو من الحكومة؟ هل نال الفضول حقه من قبل الحكومة اليمنية؟ على المستوى الشعبي، الشعب يعرف كيف يخلد رموزه، ولا يمكن أن نتجاهلهم، لا يزالوا حاضرين في كل وجدان. على المستوى الرسمي، يجب أن نعترف أن النظام الذي جاء بعد النظام الجمهوري لمدة 33 سنة عامل على تجريف كل رموز الحركة الوطنية. لا يعرف اليمنيون من هو محمد أحمد النعمان ابن الشهيد النعمان، وأحد المفكرين السياسيين في البلد. لم يحظم طاهر الإرياني بتخليد حقيقي، ولم تحظم مدوناته وكتبه ومجهوده الشخصي بأن تتحول إلى مشاريع ومؤسسة. لم يتم تخليد الفضول واستحضاره في المناهج الدراسية بشكل لائق ويعكس هذا المشروع الكبير جدا. يجب أن يتم إعادة صياغة المناهج اليمنية بناء على الثقافة القومية اليمنية، ويجب أن يحضر هؤلاء الرموز في ذاكرة الأجيال من قبل أن لا يتم استحضارهم برموز لهم علاقة ولهم ثقافة على الضد من الثقافة اليمنية. لم يحظى أي من رواد الحركة الوطنية بحقهم، وبالذات على مستوى الجهات الرسمية، إلا على سبيل المجاملة، وتم اختزال فكرة الحركة الوطنية وفكرة سبتمبر بإيقاظ الشعلة في داخل ميدان التحرير، وبصورة الزعيم الفرد الذي حاول أن يختزل كل تاريخ الحركة الوطنية في شخصه، بينما عمل على تجريف كل من قدموا شيء. أيضا تخليد الفضول، إذا أرادوا تخليد الفضول عليهم أن يقدروا أيوب طارش، بحكم أنه كان المترجم الحقيقي لمشروع الفضول الإبداعي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد المقبلي، الكاتب والناشط السياسي، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام. رحل الفضول عن هذا البلد المعذب والجريح، لكن مشروعه الإبداعي سيظل المغذي للرئيس الوجدان اليمني الذي تعرض للتمزيق والتجريف القاسي قبل أن يصنع الفضول، ومعه مطهر الإرياني والعديد من رواد المشهد الثقافي اليمني، بلسما للوجدان اليمني وللذات اليمنية الحضارية التي تنتظر من هذا الجيل أن يسير على النهج ذاته الذي أسسه الفضول وطلائع الحركة الوطنية الجمهورية. لن نلتقيكم مشاهدين الكرام في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.